سعيد المروق اعلن بانه في مشروع فيلم سينما ورامي عياش رح يكون بطل هالفيلم ان شاء الله. رامي المعروف بانك محبوب بشكل مش طبيعي بالمغرب العربي، مش طبيعي قد بيحبوك، يعني ما شاء الله عليك بتونس بالمغرب بالجزائر بليبيا، تقول رامي عياش يعني. وهذه الصيفية خاصة كان عندك جولة بالمغرب وتونس، جولة كثير غنية. قبل الميكروفون مش عم تضحك علي، هلا بجيب الميكروفون. كيف حسيت وقت بتطلع على المسارح بالمغرب العربي؟ كيف بتحس؟ بتحس انه هون ملعبي، هون بقدر اثبت حالي اكثر، هون انا محبوب اكثر؟ ما بعرف الاحساس اذا بينوصف او بينكتب، بعتقد هيك شيء. تنبسط كثير، تنبسط والحمد لله. يعني الشعب المغربي، الشعب التونسي من احلى التورات يلي عملتها، بجننوا كثير، حلوين كثير، بيسمعوا حلو كثير، بيتابعوا بسم الله عليهم، مثل الناس اليوم يعني، بتغني غنيه بكفوها عنك، حافظين كثير ومتابعين كثير. بيدفعوا؟ بدي احيي كل الشعب المغربي، كل الشعب المغرب العربي يلي عم بيتابعوا شاكو ماكو من اول حلقه وبيرسلونا، وانا كمان والليله اكيد رح يحضروا اكثر لانه عنده النجم المفضل رامي عياش. رامي طلع على كاميرتك بس تضوي الكاميرا حتى نشوف مقتطفات من هالجولات بتونس والمغرب. قول بلاير باسم. بلاير باسم. يا مسهر عيني حبك على عيني، يا محير I'm gonna make it.